الخطوات الواجب على الوافد المصري بالسعودية اتباعها حال رغبته في نقل الكفالة. أولاً، تعبئة نموذج طلب نقل كفالة، ومن ثم ختمه وتوقيعه من قبل صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد، وإلصاق صورة شمسية للوافد المراد نقل خدماته. يجب مراجعة مكتب العمل وإرسال خطاب الموافق على نقل الكفالة. ثانياً، خطاب تنازل من صاحب العمل الحالي مصدق من الغرفة التجارية، مع إرفاق إيصال الغرفة التجارية معه بالنسبة للشركات والمؤسسات والأفراد، وإذا كان الكفيل فرداً فيجب التصديق على التنازل من العمدة والشرطة. ثالثاً، خطاب طلب من صاحب العمل الجديد مع إحضار شريحة من الحاسب الآلي موضح بها عدد العمالة لديه. رابعاً، صورة من السجل التجاري أو رخصة البلدية سارية المفعول مع إحضار الأصل للمطابقة مع دفتر العائلة لصاحب العمل الجديد إذا كان فرداً. خامساً، تعبئة نموذج التعهد من قبل صاحب العمل الجديد بالمحافظة على المراد نقل خدمته إليه وبعدم تشغيله لدى الغير. سادساً، إحضار أصل جواز السفر ساري المفعول وأيضاً رخصة الإقامة سارية المفعول، وذلك للوافد المطلوب نقل خدمته. سابعاً، يجب أن تتلائم مهنة العامل المطلوب نقل خدمته مع نشاط طالب نقل الخدمة. ثامناً، عدم تسديد رسم نقل الخدمة إلا بعد تقديم الطلب للموظف المختص، والتأكد من صحة اكتمال المعاملة وقبولها نظامياً، وتحديد الرسوم على ضوء ذلك، وهي 2000 ريال سعودي للمرة الأولى، و4000 للمرة الثانية، و6000 للمرة الثالثة كحد أقصى عند نقل الكفالة لأكثر من 3 مرات وما فوق. تاسعاً، يجب إحضار جميع الجوازات السابقة من تاريخ دخول الوافد. هذا ويحق للوافد نقل الكفالة في الحالات التالية: أولاً، وجود الكفيل الحالي في النطاق الأحمر. ثانياً، عدم تجديد الإقامة لمدة تجاوزت الشهر. ثالثاً، عدم تجديد عقد العمل بعد انتهاء الفترة الأولى. رابعاً، عدم استلام الراتب لمدة تجاوزت 3 أشهر.